وسهلا المشاهدين ومتابعي قناة الجزيرة، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية، والتي لا زالت تعيش على تداعيات الفاجعة والواقعة اللي وقعت واللي اهتز عليها الرأي العام الوطني. بك سي زكريا اختي غزلان، مرحبا بكم معنا، تحياتنا لكم على هذا الفعل اللي قمتوا به الآن، وهذا يعني دخولكم في هذه القضية هذه ووقوفكم إلى جانب أم الفاتحة. سي زكريا تفضلوا سيدي، عرفوا بنفسكم وتفضلوا. تحياتي سي منير، كنشكروا قناة شوف تي في اللي لبات الرغبة ديالنا اليوم إن شاء الله أمام محكمة الاستئناف في مكناس. اليوم حنا معكم بعد سي زكريا غريب مندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية الملأ بسيدي قاسم وعضو وطني. اليوم حنا في إطار المؤازرة والمساندة نتاع أم الفاتحة وبابوشتا اللي تعرضوا الهجوم من طرف الابن ديالهم، الهجوم والتكرفسه والتعديل والتكرفس عليهم، وكنديروا كنستنكروا هذا الفعل هذا الجرم هذا. وحنا زكريا نهار سمعتوا يعني اول مره سمعتوا على قناه شوف تي في وسمعتوا الخبر وشفتوا الام كتعاود بهذيك الطريقه والاب كيعاود بهذيك العفويه بداك الشيء اللي وقع لهم، كيفاش كان رد فعلكم انتم يعني كفعاليات حقوقيه؟ حنا كفعاليات حقوقيه سيدي كانت صدمه قويه، لكون ان ديك الام وداك الاب راه الام ديالنا والاب ديالنا، واللي هو مرضي الوالدين راه ما يبغيش ديك الحاله كاع. وحنا كنطالبوا من الهيئات الحقوقيه تدخل على الخط، كلشي نضامنوا كامل، حيت حيت هاد الام هادي وهاد الاب والام ديال المغاربه كاملين. هادشي اللي وقع اليوم لهاد الناس هادو غدا يمكن يوقع يتقاس شي اب اخر ولا شي ام اخرى، خصنا نحدوه. وكنطالبوا من الممثل ديال النيابه العامه باش يعطي اقصى العقوبات في حق هاد المجرم، هذا مجرم ديال الاصول، لانه ديال المحاريب ديال الاصول، راه ضرب له داكشي اللي في المصحف الكريم ضربه، داكشي اللي حط عليه الله سبحانه وتعالى راه ضربه عرض الحائط، هذا خصو يتعدم كما كتقول الام ديالو والاب ديالو، خصو يتعدم باش يكون عبره من سخط الوالدين اللي غيكونوا بحاله. نعم، وكنتمناو من الله الدعوه دائما انه حق القرقوبي نوض تعدى على والديك، وكنطالبوا باش نديروا الحد من هاد الاقراص المهلوسه اللي كتدخل البلاد، خصنا نعرفوا المصدر ديالها ملي كيجي ونحدوها. ولكن الغريب باش انه كيقولوا بعض الاخوان يعني اللي عارفين يعني اللي كانوا قراب من الواقع، انه في هذاك النهار اللي كان كيدير في داك الشيء يعني السيد راه كان طبيعي ما داير حتى شي حاجه، يعني ما داير لا اقراص مهلوسه لا والو داك النهار، على حسب المعلومات اللي وارده لحد الان هو كيستعمل هذه المصيبه هذه، لكن هذاك النهار بالضبط على حساب القول ديال الوالده ديالو والاب ديالو، السيد راه طبيعي عادي كعارف اشنو كيدير، عارف اشنو كيدير. ايوا كندعيو لله، بعدا هي الاولى الدعوه، والله كندعيو لله كيدير المصيبه، كندعيو لله وكنطلبوا من الهيئات الحقوقيه كما قلت لك وفعاليات المجتمع المدني باش يدخلوا على الخط. وكنشكرك سي منير مره اخرى على دعوه، انا شكون وقفات تضامنيه في جميع مدن المملكه مع الاب والام، لان الرمزيه ديال الاب والام راه ما خاصهاش تقاس خوت. لا احنا ان شاء الله احنا في الدعم والمؤازره ديال هاد الناس حتى ياخذوا حقهم. نعم، والمجرم ياخذ الجزاء ديالو. المؤازره اللي غتقدموها السي زكريا؟ مؤازره حقوقيه وقانونيه. غادي نتوكلوا محامي؟ عندنا المحامي ديالنا، عندنا الى جانب ان شاء الله عندنا نوضعوا شكايات في هذا الباب ضروري، عندنا مستشار قانوني ديالنا ديال الشبكه على الصعيد الوطني، وحتى السيد الامين العام حتى هو غيدخل مادام صيفطنا حنا غيدخل حتى هو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله، وتحياتنا للسيد تنحييكم، تحيه متبادله، تحيه متبادله. شكرا لك سي زكريا، شكرا لك، تحيه للجمعيه ديالكم والاطار ديالكم الحقوقي على هذه الروح هذه، ولانه هذا هو الواجب وهذا هو المضمون نورمالمون هذه الفعاليات، لانه القوى الحيه هنا فين خاصها تتحرك باش نحميو الاسره المغربيه. الاتحاد باش غنكونوا مجتمع. لالا غزلان، انت اللي كتخدمي في المجال ديال المراه والطفوله، واش صادفتك شي قضيه بحال هذه في المشوار ديالك الحقوقي؟ نهائيا حنا كنصدموا وما قابلهاش يعني. ما كيتقبل، لا ما تيتقبلاش اخي منير العقل. واش دخلنا في زين المحارم؟ دخلنا في وبالوالدين احسانا، ودخلنا في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك، ملي غتولي كتشوف الام ثم ابوك، ولكن حنا كنهضروا على الام. ملي كتشوف الام ولات كتوصل لهذ الحالات هذا وغيجرها شكون؟ حنا ولدها. حنا كنعانيو من الاغتصابات والمغتصبون، لا للاطفال ولا للنساء، وتنضربوا حقوقيا على هذه المسائل هذه. غنوليو نزيدوا نضربوا على الاغتصاب من طرف الابن الام ديالو،
وحنا دولة إسلامية. إذا دابا وراه ماشي حتى كيسيون ديال دولة إسلامية، راه حتى دين ما تيقبل هاد الشيء هذا، راه باش تجي أنت غير الحيوانات سفداها ما قاسوهاش ولدا ما رحمهاش. كانت الرحمة في الحيوانات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق فينا كاملين الرحمة. لأن ضف إلى معلوماتك أن الغابة الحيوانات ملي كتولد ما كتعاشرش هي ولادها، فكيفاش انت ولو تكون هاد المخدرات ولا هاد حبوب الهلوسه ولا بلا حيت باش ندخلوا في هاد المجال عاوتاني كلشي شاسع. هل يعقل انك انت غير حيت كليتي داك الويل لك حل تجي تكرفص على امك؟ ماشي دافع هذا ولا ماشي دافع. حنا شوف حنا ما غنقولوش هاد العام ولا هاد الوقت عاد دخل عندنا الحبوب المهلوسه ولا عاد دخل المخدرات، راه سنين ومنين السينما هضرات والافلام هضروا والعالم تيهضر على هادشي والعالم تيعاني. العالم تيهضر. كاين مجهودات كاين. وما عمرنا سمعنا واحد تقرقب ومشى يتكرفس على امه بهذه الطريقه هادي. سي غزلان كنا كنشوفوا ناس كيديروهم بسبعه وما كيوصلش كتوقف عليهم مولا باه كيدير يديه مولا وكيقول الله يعطيك السر الله يعطيك السر. كيوقف عليهم ويضربهم كبير كيحضر راسه ويزيد. ولكن بالحاج نمشي لدارنا ما نغوتش وما نعيرش وما نقولش الهضره الخايبه. الان ولينا كنسمعوا هذا الشيء ولاو كيتشانعوا به هاد الناس. غادي شوف انا عندي ثقه كبيره في القضاء المغربي. نعم ثقه كبيره بزاف، وان شاء الله هذا ما عنده حتى سميه، ما لقيت له انا بزاف عليه الوحش. شي الوحش في الغابه الا مشى ما غاديش يتكرفس على مو هكا. عندي ثقه في القضاء ان غادي يكون واحد القضاء اللي هو عادل وعادل بزاف وصارم، وفعلا خاصنا قضاء صارم في هذه المساله هذه. خاصنا الاعدام للناس اللي تترتكب جرائم بحال هادشي، حيت هذا الا دخل مثلا تحكم عليه حتى ب 20 عام وخرج غينفذ اكثر من هادشي وغينتقم اكثر من هادشي. ومن هاد المنبر هذا خويا منير يا ريت الرحمن ما رحمش والديك، يا ريت اداره السجون يرجع السجن كي كان. كان الواحد كيدخل السجن كينعس على الدص وكياخذ العقوبه كما هي كيخرج خايف يرجع. دابا ولينا كنتعرضوا للكريساج والاعتداء، تيقول لك انا بلاصتي كتسناني. علاش؟ ولا متوفر عنده كل شيء، وهذا الشيء بسببنا حنا الحقوقيين، حقوق الانسان اللي انا كنعترف بها. الناس اللي ناضوا كيضطهدوا هذا الشيء تيقول لك لا السجناء وحقهم، ولا كيدخل الحبس كيخرج مجرم اكثر من اللي دخل، كيخرج كيرتكب جرائم اكثر من الجريمه الاولى اللي دخل بها، وغليظ وزويون ومقاد ومبوكس، وتيقول لك كنت في هولندا. اش كتنتظر في هذا المجتمع؟ سي نورمال. خاصنا نوقفوا المرصاد لهذا فوالا باش نوقفوا لهذ الجرائم. هذه ناقص، هذه ماشي ناقص خطر، هذه راه قبل منها اللي قطع لمو راسها واللي ذبح باه واللي قتل خوه واللي قتل عائلته كامله، راه هادشي ولا كثير. ولينا كنخافوا والسكت عن الحق شيطان اخرس، وكلنا ولينا شياطين خرس بدون استثناء، حتى انا راسي منهم. يعني انا مثلا كنكون دايزه بعد الخطاط شحال من واحد كنشوف جريمه قدامي غير ديال الام كتكرفس على طفلها، كتكرفس عليه وما عندكش الحق، واخا انت حقوقيه توقفي تقول راه ما عندكش الحق تضربي ولدك هكاك. تقول لك شكون انت؟ ويمكن تعرضي معاه، توصلي معاه للكوميساريه، توصلي معاه للضرب، توصلي معاه لشي حوايج. المشكله عويصه جدا. الحاله ديال امي فاتحه اختي ما قدرتش نشوف انا الفيديو. نعم ما نكذبش عليك، ما صدمتوا ملي شفتوا الواقعه. ماشي كيستيون ديال تصدم. وانت ام كأم كان كي كان شعور من غير حقوقيه غتكره الامومه وما فيها الا غتولد واحد بحال هذاك وتضربي عليه تماره وتفشي وتعطي وتوجعي. ولو انني واستسمح، انا ام واستسمح، انا ضد ديك الفكره تفشش ولدي، نعطي لولدي حقه لكن ما نفوتش الحق، لان هذه هي النتيجه. ولاد الفشوش يخرجوا حمادشه، وكانت صديقه لي في الاعدادي كتقولها لي، كتقول لي ولاد الفشوش تيخرجوا حمادشه، ما تنتظرش من ولد الفشوش تخرج منه الطايله. باش نكون واقعيين حنا كمجتمع عربي خاص التربيه. انا هذه في يدي، وملي يجي ولدي ولا بنتي تقول لي بغيتها نعلم، نقول ليه لا غنتقطع، ولكن لا خصو يتعلمها باش يدير لي الحساب وباش يدير الحساب لديك الحاجه. الحرمان تربية معلوم. حنا للناس حنا انا ما غاديش نظلم الاب ديالي، انا با الله يرحمه ويسعى عليه، ما عمرني ما تحرمت من شي حاجه نهائيا، ولكن كانت الصرامه. نعم.
كانت الصرامة تاخذيها لا تاخذي، ولكن كانت الصرامة. كان والدينا تربينا في الحق، وتربينا في المعقول، وتربينا في الاحترام، وتربينا على الدين، على الدين. ما يطلعش حد يقول لي التبرج، التبرج ما عندوش علاقة بالدين. راه هما بالاخوان وكيديروا اللي ما تيدارش بالنقاب، وكيديروا كيقتلوا ابرياء. التبرج ما عندوش علاقه مع الدين. تربينا في الدار، خصك تصلي، خصك تقرا القران، خصك تعرف الاحاديث. تيقول لك با الله يرحمه كان كيقول، امي الله يرحمها كانت تربينا على اصول دينيه وعلى تقاليد. يعني ظاهره مؤخرا انه ولات اعتداءات على 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 الاصول بزاف في الاونه الاخيره، ولينا في زين المحارم، زين المحارم، ولينا كنصيبوا للاسف الشديد اللي كيحجر عليهم، كيحيد لهم رزقهم، ولينا كنشوفوا اللي كيدي مو ولا باه كيلوحها في الخيريه، ولينا كنشوف. يعني علاش، واش المنظومه القيم تقاست لهذه الدرجه؟ تقاست، لان كلنا ولينا كنقولوا راسي يا راسي، ولان ولينا معلقين باوروبا وامريكا بزاف في ترابينا، وجينا نديروا مشيت بحال الغراب جاي يقلد باللارج، ما صدق لا مشيت ولا مشيت باللارج. حنا تبعنا العولمه وتبعنا التطور. ما فرطوش في الاسره؟ لا فرطنا، فرطنا كل من مكانه، كل من مكانه. وللاسف تجسدت عندنا واحد القضيه اللي هي انا بعدا كضرني في خاطري، انا ماشي شغلي، انا غير تفوت غير راسي وتجي في من ما بغات اناني. نعم نعم صافي. نعم وكيفسروها وكيفسروها بسميتو ماشي كيسيون ديال داخل السوق راسي. علامه الساعه. نعم ايوا شوف باش تلقى مولاك علامه الساعه. انا كيقتلني جون يجي يقول لي راه علامه الساعه هذه، وعلامه الساعه غيرها، دير باش يتغير، دير يديك في الناس اللي باغا تغير. اذا هنا استاذتي مره اخرى نقولها ونعيد قولها، كلنا ام فاتحه، وكلنا بابوشتا، وكلنا مغاربة وعرب، وكلنا نستنكر أن احنا نخرجوا على الإطار أو لا نخرجوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. رفش فرطنا الطبيعة. شوف لا الطبيعة ولا القانون ولا القيم ولا المبادئ، كل شيء عندنا في القرآن. حتى المساواة كاينة في القرآن، كل شيء عندنا، حتى المدونة ديالنا بالأسرة كاينة في القرآن، قانوننا كاين في القرآن، قضاءنا كاين في القرآن، إلا بعدنا منه نعم. فما تنتظرش شي حاجه اخرى. شكل المؤازره اللي غتقدمها الجمعيه غتكون ان شاء الله حاليا غنقدر نقول لك حقوقيه قانونيه. مازالين حنا ولا الرئيس الوطني الدولي ان شاء الله كان نشوفوا المحامين اللي غادي يازرونا في هذه القضيه هذه، وغادي يكونوا معنا نعم. باذن الله.